حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة الصحفية أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. ونبدأ من موقع الهيئة، مصدر حكومي يقر بوقوف فرق الموت وراء تفجير البصرة. نطالع في النهار العربي، الكاظمي انفجار البصرة كان يستهدف ضابطا يبحث عن فرق الموت. وفي العربي الجديد، العراق حلفاء إيران يواصلون التحشيد للتظاهر ضد نتائج الانتخابات. نقرأ من صحيفة المدى، قوى في الإطار تغادر فكرة إعادة الانتخابات وتصفها بالخيار المستحيل. أما في القدس العربي، الاحتلال يغلق الشيخ جراح ويعتدي على المتضامنين وأهالي الحي. ونقرأ أيضا مشاهدينا في صحيفة الشرق الأوسط، بريطانيا تحذر إيران، هذه آخر فرصة للعودة إلى الاتفاق النووي. على حين عنونت البيان الإماراتية، بايدن يحذر بوتين من عقوبات لم يرى مثلها أبدا إذا هاجم أوكرانيا. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التي ذكرت أن سلاح الطائرات المسيرة بات سلاحا فتاكا في يد الميليشيات المؤيدة لإيران في العراق وسوريا. وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن المحققين درسوا أجزاء من هذه المعدات التي استخدمت في الهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي، وقالوا أن القنبلة نفسها ترتبط بتصميم ربط سابقا بإيران. الصحيفة أشارت إلى أن هجوم الشهر الماضي أكد ما وصفه مسؤولو الاستخبارات والمحللون التهديد المتزايد لاستقرار الشرق الأوسط، وأبعد منه لانتشار الطائرات المسيرة، وبالتحديد تلك الميليشيات المرتبطة بإيران. وتضيف الصحيفة أن الميليشيات حصلت خلال العامين الماضيين على أسطول من الطائرات المسيرة وبقدرة على هجمات صغيرة ولكنها دقيقة. ويقدر مسؤولو الاستخبارات الغربيون أن الميليشيات في العراق وسوريا حصلت على عشرات المسيرات الجديدة، وتتراوح كفاءتها من النماذج المتقدمة المصنعة إيرانياً، وتستطيع التحليق لمسافات بعيدة إلى الطائرات الرخيصة التي تحمل قنابل صغيرة ولكنها قوية. ويبدو أن طهران بعد تزويدها جماعاتها المسلحة في الخارج بالمسيرات والتكنولوجيا فقدت السيطرة على كيفية استخدام المسيرات. ويقول المسؤولون الحاليون والسابقون الأمريكيون والعراقيون أن سيطرة إيران على الميليشيات تدهورت بعد مقتل قاسم سليماني الذي كان يسيطر على شبكة الميليشيات في الخارج. وأكدت الصحيفة أن لجوء الميليشيات لاستخدام المسيرات تزامن مع هبوط في شعبيتها داخل العراق، بالإضافة لتراجع في حظوظها، وهو ما أدى إلى نزاع مفتوح مع الحكومة وسخط هادئ على القيود التي فرضها رعاتهم الإيرانيون عليها. وإن خرجت الأمور عن السيطرة فمن الصعب جدا السيطرة على ما يستخدمونه. وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بنحو 3000 جندي ودبلوماسي في العراق كانوا عرضة للهجمات بالطائرة المسيرة في المدة السابقة، وهو ما يثير مخاوف أزمة عسكرية مع إيران، وبعيدا عن وجود أدلة تربط الهجمات مباشرة بإيران أم لا. في صحيفة العربي الجديد، تساءل عبد اللطيف السعدون عن مغزى اللقاء الذي جمع مقتدى الصدر ونور المالكي، والذي أرادت إيران من خلاله مداراة بعض ما لحق بوكلائها العراقيين من خسائر أفرزتها انتخابات تشرين. الكاتب يرى أن اجتماع الصدر والمالكي لم يفرز شيئا ذا قيمة حقيقية يمكن البناء عليه لاحقا، إذ خرج الطرفان التيار الصدري والإطار التنسيقي وكل يغني على ليلة.
لقد فضحت صور اللقاء المنشورة على مواقع التواصل كيف ظهرت علناً الخصومة المطبوعة بالجفاء والتجاهل بين الصدر والمالكي. وعلى أي حال لم يحقق اللقاء ما أرادته طهران التي سوف تفكر مرة أخرى في الدخول على الخط لإصلاح ذات البين بين الأطراف المختلفة، لأنها لا تستطيع التفريط بالمكاسب الضخمة التي حققتها في العراق على امتداد 18 عاماً، والتي قد تتأثر سلبياً إذا ما قدر للتيار الصدري أن ينجح في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وقد يؤخذ هذا السيناريو من جرف العملية السياسية الطائفية الماثلة، وربما يطيحها على نحو كامل في المستقبل. والسيناريو الآخر الذي تبدو حظوظه مساوية لحظوظ السيناريو السابق وربما أكثر، هو سيناريو خلطة العطار بتعبير الصدر، وهو المجيء بحكومة توافقية على النحو الذي يدعو إليه الإطار التنسيقي وتدعمه واشنطن وطهران، ولكل منهما حساباتها الخاصة. وثمة سيناريوهات أخرى محتملة الظهور في أي لحظة ممكنة ضمن لعبة شد الحبال بين التيار والإطار، ويتوقف اختيار أحدها على قدرة اللاعبين وإمكاناتهم ونفوذهم، وكذلك على حصيلة مباحثات الملف النووي بين الإيرانيين والأمريكيين، إلى جانب عوامل إقليمية دولية أخرى ذات تأثير وفاعلية. الكاتب أضاف أن هذا يعني أننا سننتظر وقتاً طويلاً قبل أن يرسو مزاد بيع الوزارات والمناصب العليا في الدولة على نقطة عبور، ويعني أن هذه الفوضى التي يتسم بها المشهد العراقي ستزيد من شدة المأزق الذي يعيشه العراقيون اليوم، إذ تبقى الحلول معلقة على ما يمكن أن يفرزه الواقع من متغيرات في الأيام والأسابيع المقبلة. ما الفرق بين المصيبة والكارثة؟ المصيبة يمكن أن نجدها في تصريح السياسيين العراقيين، وجميعهم يتحدثون عن دولة المؤسسات، وفي الوقت نفسه يسعون إلى تقاسم المؤسسات فيما بينهم تحت شعار هذا لي وهذا لك. وتسأل أيضا عن المصيبة التي تحاصر المواطن العراقي، فيجيبك سياسي إصلاحي إنها الديمقراطية التي تريد للجميع أن يتمتعوا بمذاق الكعكة العراقية. هذا ما جاء في مقال لعلي حسين في صحيفة المدى، فلنتابع. أما الكارثة فهي الدم العراقي الرخيص. نعم أيها السادة، أصبح الدم العراقي رخيصا، والسبب نتحمله جميعا، لأننا بعد أيام سننسى جريمة البصرة هذه، مثلما نسينا ما جرى في ساحة التحرير والنجف، وقبلها نسينا كارثة جسر الأئمة وتفجيرات الكرادة. فلا تهتم عزيزي القارئ، لأن كل الذين شغلتهم هذه الجريمة سيستخدمونها مادة في مناورات تشكيل الكتلة الأكبر، وسيخلدون إلى النوم العميق بعد أن يوهموا عوائل الضحايا بأنهم سيقتصون من القتلة. من يملك القدرة على تحمل مثل هذه الكوارث أحيله إلى مصيبة أخرى من عينة. أكدت منظمة اليونيسف أنها أطلقت مناشدة عالمية لجمع مبلغ طارئ لسد احتياجات مليون طفل في العراق، في الوقت الذي يتربع العراق فيه على قائمة الدول المصدرة للنفط. إذن عزيزي القارئ، أنت هنا لست أمام علامات لمصائب يقذفها السياسيون يميناً وشمالاً فقط، بل الأفدح أنك أمام حالة إصرار على هذه المصائب، وإصرار على الخراب، وسعي لنشر الجهل جعلت المواطن العراقي يقابل هذه الجرائم في حق الوطن بابتسامة هادئة تماماً، كأنما يقول للسياسيين إن كلامهم أشبه بالقضاء والقدر الذي يلاحق الناس ليل نهار. أضاف الكاتب أنه ما بين المصيبة والكارثة هناك شعوب لا تؤمن بلغة الصواريخ الليلية ولا بشعارات ما ننطيها، بل شعارها العمل والمحبة، محبة الأوطان. فالمستشارة الألمانية مثلا أنجيلا ميركل التي قادت بلادها على مدى 16 عاما تركت كرسي السلطة أمس وقالت للشعب الألماني
إنها ستتمتع بقسط من الراحة وقد تحاول قراءة شيء ما. قالت: سأغلق عيني لأنني متعبة. تتجه إيران بخطى ثابتة نحو التحول إلى دولة تمتلك سلاحاً نووياً في القبو، وهو مخطط مرت به دول أخرى كالهند وباكستان وكوريا الشمالية. وهنا رياض قهوتشي يرى في صحيفة النهار العربي أنه بالرغم من أعلان القيادات الإيرانية أن أهداف برنامجها النووي سليمة، ولكن تطور الحوادث في السنوات الماضية وحتى هذا التاريخ يدل على نيات عسكرية مبيتة. أهم دلالات ذلك عدم سماح السلطات الإيرانية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية بالدخول إلى منشآت عثر فيها على آثار لليورانيوم، كما أن تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق مستوى 20% تصبح غاياته عسكرية فقط، وتقصير المسافة الزمنية للوصول إلى 96% وهو المستوى المطلوب لبناء سلاح نووي. الاستراتيجية الإيرانية قائمة على التقدم والتراجع التكتيكيين في محادثاتها مع القوى الكبرى لتحقيق هدف واحد، وهو تأمين الوقت الكافي لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لتصنيع سلاح نووي، ما سيجعل أمريكا والقوى الأوروبية أكثر قابلية لتقديم التنازلات. ويتحول هدف المفاوضات حينها من وقف تخصيب اليورانيوم إلى منع طهران من تصنيع السلاح واختباره. واقع كهذا ليس بالجديد على المجتمع الدولي الذي اختبره مع الهند وباكستان وكوريا الشمالية سابقا، ولم تفلح المغريات والضغوط في نهاية الأمر في ثني أي منها عن تصنيع السلاح واختباره. ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي إذا وصلت إيران إلى مرادها بأن تمتلك قنبلة نووية في القبو؟ لا يبدو أن هناك تحضيراً فعلياً من الجانب الأمريكي والأوروبي لعمل عسكري. على الأرجح سيكون هناك مزيد من العقوبات، لكن من طرف واحد فقط، فلا الصين ولا روسيا بصدد فرض أي عقوبات على إيران في ظل سعيهما إلى تعزيز العلاقات معها وتدهور علاقاتهما مع واشنطن. وعلى وفق رأي الكاتب، فإن لحظة الحقيقة بالنسبة إلى إيران والكيان الصهيوني وأمريكا وكل القوى الكبرى والإقليمية تقترب بخاصة مع انسداد أفق الحلول مع إيران وعدم إحراز أي تقدم في محادثات فيينا. فالكرة تبقى في نهاية المطاف في زاوية إيران التي ستحدد خطواتها المقبلة على وفق مسار الصراع في المنطقة. وفي الموضوع نفسه، إن حققت مفاوضات فيينا اختراقاً على مستوى أحياء الاتفاق النووي الإيراني، فذلك ليس معناه أن المنطقة في طريقها لأن تتشافى من هذا الصدع الإيراني، كما يعبر هنا فاروق يوسف الذي ذكر في موقع ميدل إيست أونلاين أن كل أفراد بنية النظام الإيراني النظرية والعملية وكل أهدافه الواقعية والمتخيلة وكل علاقاته المبنية على أساس طائفي أو نفعي قائمة على الإصرار على إزعاج الآخرين وعدم تفادي الصدام به. بالنسبة لإيران، فإن المنطقة تحولت إلى ملف يجب أن يبقى مطوياً، وليس من مصلحة أحد من الراغبين في وجود اتفاق نووي أن يفتح. وقد أكون متشائماً إذا ما قلت إن وجهة النظر الإيرانية فيما يفكر فيه الغرب بطريقة انتهازية صائبة وتكاد أن تقترب من الواقع. ذلك لأن العقل السياسي الأوروبي يريد هو الآخر أن يتخلص من الصداع الإيراني. لا بأس أن تكون المنطقة هي ثمن تلك المحاولة. لم يضق صدر الغرب بالمناورات الإيرانية، بحيث لم يشعر أحد بالاستغراب من أن دولة مثل إيران لم تكن على عجلة من أمرها ولم تسابق الريح من أجل توقيع الاتفاق الجديد، رغبة منها في إنهاء العقوبات التي يعرف الجميع جيدا أنها ألحقت بالاقتصاد الإيراني أضرارا بالغة. لو كانت إيران تعرف جيدا أنها ستضرب مثلما ضرب العراق، وهو الذي لم يكن يملك
عشر ما تملك من أسلحة لكانت قد مشت مثل النملة خشية من أن لا يقع الحائط عليها. ولكن ما يحدث وما سيحدث لن يتجاوز حرائق وانفجارات في مجمعات ملحقة بالمشروع النووي. قد تؤدي تلك الحرائق إلى تأخير العمل فيه، غير أنها لن تقتلعه كما حدث مع مفاعل تموز العراقي في عام 1981. وأضاف الكاتب أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سلم المنطقة إلى إيران، بل ومولها بأكثر من 90 مليار دولار لتتمكن بها من تسليح ميليشياتها في العراق واليمن وسوريا ولبنان. اليوم تعترض تلك الميليشيات، تتعرض للانهيار، فهل سيكون الاتفاق الجديد محاولة لإنقاذ المشروع الإيراني؟ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا لمؤسسة مجلس الأزياء والتصميم الإسلامي علياء خان. قالت فيه هذه المؤسسة إن العامين الماضيين شهدا تحولا قلب حياة معظم الناس رأسا على عقب بسبب جائحة كورونا. وذكرت أن وباء كورونا غير نظرة الغرب للزي الإسلامي وإمكانيات الحجاب في المساهمة في الجمال المحتشم. الكاتبة تضيف أنه من المثير للاهتمام أن هذا التحول الناجم عن الوباء كان دائما هو القاعدة بالنسبة لأولئك الذين يعيشون نمط حياة إسلامي يشار إليه أحيانا باسم أسلوب الحياة المحتشم. فالمسلمون يتم تعليمهم على قيمة التواضع والأناقة كشكل من أشكال العيش الكريم، والآن بعد أن أصبحت التغطية لأجل الحماية ممارسة معتادة لكثير من الناس، أعتقد أنها تسلط الضوء على الفوائد التي قدمتها الأزياء الإسلامية دائما، بينما تساعد في إزالة الوصمة عنها والقضاء عليها كذريعة للحكم على من يرتديها منه. فهذا التداخل سيدفع الأزياء الإسلامية لتصبح لاعباً عالمياً أكبر في تحديد الأسلوب لسنوات قادمة. وتشير الكاتبة إلى أن الأزياء الإسلامية تخدم غرضاً عملياً للمسلمين، لأنها تمثل هذه الفطرة أو حالة النقاء الأصلية. ومع ذلك غالباً ما تعرضت الملابس الإسلامية للهجوم. ووصف العالم الغربي النساء المسلمات بالضعف والاضطهاد بسبب تغطية رؤوسهن. وتقول الكاتبة إنه خلال وباء كورونا أصبحت الكمامة الواقية إيماءة العالم للنقاب، وباتت أغطية الوجه الآن لفتة مجاملة نهائية تجاه الأشخاص من حولنا. وبعد ارتداء الكمامات لأكثر من عام تشارك بعض النساء اليوم وجهة نظر المسلمين في الشعور بالأمان خلف غطاء الوجه. أضافت الكاتبة أنه بعد عقود من النقد نجد غرابة في رؤية العالم، وهو يحتضن ما بالنسبة للكاتبة مجرد وجه آخر من جوانب الزي الإسلامي. وهذا التحول هو مؤشر على أن الأزياء الإسلامية كما تقول الكاتبة ستؤدي دوراً أكبر في تكوين معايير الأسلوب والاقتصاد في السنوات المقبلة. أيضاً من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، مع الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الموظفون طوال ساعات العمل، تنامت فكرة لدى أحد أصحاب الأعمال المصريين. تستهدف هذه الفكرة منح الموظف مساحة مكانية للتنفيس عن مشاعره السلبية، وتحت اسم ركن البكاء خصص أمير عبد المجيد وهو صاحب إحدى الشركات بمحافظة الأقصر بمصر، خصص والتي لها عدة أفرع طبعا بمحافظات مختلفة في مصر، خصص مكانا داخل شركته يكون مساحة خاصة للتنفيس لأي موظف يحتاج إلى البكاء. ونقل صحيفة الوطن المصري عن صاحب فكرة ركن البكاء للموظفين أنه قرر قبل 3 أشهر تخصيص مكان داخل شركته يستطيع فيها أي موظف التنفيس عن أحزانه بالبكاء،
وعن منبت الفكرة وأصلها قال إن هناك نسبة كبيرة من الإناث ضمن العاملين بشركته، مؤكدا أن الأنثى هي أقرب إلى البكاء إذا تعرضت للضغط أو إلى موقف عصيب أو الإخفاق مثلا في تحقيق المطلوب منها، وهو ما دفعه للتفكير في التخفيف عن الموظفات العاملات لديه. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نلتقيكم في السبت المقبل إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة من صدى الأقلام، في رعاية الله وحفظه.